يسعد لي صباحكم زملائي بالاستوديو، وصباح الخير عليكم جميعا مشاهدي قناة زاغروس الفضائية. موضوع فقرتنا اليوم صار متداول بين الناس عن طريق الفكاهة والمزاح، وفي بعض الأحيان يكون متعمد ومتقصد، كما من الممكن أن يكون لا إراديا. لذلك سؤالنا اليوم يقول: هل تؤمن بوجود الحسد أو لا؟ وعلى أي أساس اعتمدت وجوده من عدمه؟ لذلك خليكم ويانا ولا تروحون بعيد. كنت دا أصعد كرسي من بيت جيراننا، فقبل ما أصعد صديقة أمي برا قالت: شنو هالرجلين الحلوة مدري شنو. فرأسا بس صعدت تاني والكرسي من فوق وقعت تانية وانكسرت رجلي. اي جابت على الرجل رأسا انكسرت رأسا. زين، هاي بالطفولة. هسه من شبيتي يعني شنو اللي زرع، شنو ايش اللي يصير وياك؟ والله هوايه، يعني ماكو فد موقف معين، بس هوايه. يعني مثلا واحد يصور طالع في السفره فد شيء، بس يرجع البيت يتمرض. والله الحسد موجود ومذكور بالقران، واني شخصيا يعني كتجربه ويا مره، والحمد لله وشكر امنه بيه، يعني موجود. حلو، زين، اذا انت مره بيه اكيد هو الكل مارين بيه. احكي لي فد موقف صار وياك بقب ذاكرتك. هو فد موقف كلش طريف، يعني هو زين سولفي لي. عندنا جيراننا معروفه، اي شيء تقول عليه الله ينكسر، يعني معروفه. ما بتقول الله وينكسر، بس تقول الله حلو ويا هاي التفاعل مال الله، هاي شهقه يسموها. هذا لازم انتهي الموضوع، يعني الله 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 وياه. يعني شو اللي صار وياك؟ اللي صار وياي كنت مشتهيه عطر، فدا قالت لي شنو هاي العطر الطيب، فقلت لها اشوف شيا، فجبت لي الله طيب وبخبخنا من عنده شويه. بعدني مدى اصعد الدرج انكسر، كانت تقول ها انكسر، قلت لها اي اكيد. يعني بعدها جيرانكم موجوده؟ جيران الحمد لله وشكرا، نريد نطلع نقرا ايات قرانيه ونتحصن وتباوع علينا هي، لازم يعني، فاحنا لازم لو تعطل السياره لو شيء، فقمنا بالختله يعني بالليل هي شنو متربصت لكم قاعده لكم على الطلعه والطبه. معروفه ام عبد الله، اذا تريد انطق عنوان همينه. زين ليش ما تشيلون؟ إيه والله هو احنا بنحاول نشيل، بس خفت اسمع ما نشيل. والله ضروري تشيلون يعني ما حد يشتري. يوم من الايام صاحبي يعني فدائما هو على بالحسد، هو مشهور بالحسد يعني. مشهور بالحسد. ايه فجيت بالسريه مال الغريب يعني هيك، فصاحبي ايش قال لي؟ قال لي روح انت ادري ما يصير بيك شيء. والله قال لي ما يصير بيك شيء لا بالله، ويجيني ابو صهريج وطفنا على الساره وطشنا الطش على ماري. الله. وما صار بكم شيء؟ يا ما صار، بس كل متكسر، هاي متكسر عندنا عند الله كلها متكسرة. والله مرة بيتنا الجديد، ف كنا هستونا شلنا البيت، فيعني ما الحمد لله يعني حلو بيتنا وكبير وهيك، ما كنت اشارك في جماعتي وهيك، فبيوم من الايام صديقي عرف، ف قاعد يسولف للولد عود هيك ويضحكون وهاي، فقعدوا يسولفون بالشغل، وبعدين ورا يوم نص البيت تفلش. يا الله. والله شلون هاي؟ بوقتها شو يسموها المطارات مال المسبح اطلن، والجام انكسر لانه صار انفجار يعني بالحرفيه احنا، فكان قصف على على الخضراء. صديقك بعده موجود؟ موجودين كلهم. وما عندك رقمه؟ ها؟ اقطع علاقتك بيهم كلهم. كلهم واحد واحد. واحد. حبيبي الغالي نورتنا. حبيبي الغالي تسلم لي. حتى اللي ما يؤمن به يصير به شيء يقول لك انا انحسدت. او شنو السبب انه انت تؤمن بالحسد؟ هو يعني انطباع قديم الصراحه، يعني مو فد شيء جديد يعني او فد شيء مستحدث، لا انطباع قديم اللي هو اجدادنا وغيره وغيره صار عندهم. فالحسد زين، احنا نجي على من طابع الديني يقول لك ايه موجود الحسد،
الآيات الكريمة وهاي كلها مذكور. اذكر لي فد موقف اذا يخطر على بالك. يعني يخطر هو بس هو من راح اذكره هسه خاف يسوي لنا فد احراجات. لا كلش عادي سولف انطلق. إيه والله مر يوم من الايام انا قاعد ودا اطلع للدوام زين. اي فاكو بعض اللي انا دوام بالصحه صراحه فبعض المراجعين يقولون اي خلصوا دوامهم ورجعوا هم قاعدين لا شغل لا عمل ورواتب هاي سوالف فندعمت السياره بذاك اليوم. اي والله زين. ها منو صلخك بهذا اليوم؟ مراجعه عموما. فرجعت اسال عليها يا بها شنو قصتها؟ كانوا يقولون هاي من هالقد ما تحسد داعميها بالسياره. اي والله اخو ما بعدها تراجعكم بعد ما اعرف والله هو نقلت بعد لان ما حسيدك. فمن هذا اليوم امنا انه بالحسد يعني. اي زين اذا تشوف شخص هو اذا اشوف شخص يحسد شنو اللي تسويه انت؟ ما تقدر تسوي لي شيء خاف ليحسدك يعني. مجرد تقرا المعوذات وخلاص. بالضبط فتقرا المعوذات وهاي تعوفك. أعزائي المشاهدين مثل ما شفتوا موضوعنا اليوم كانت آراء الناس وتجاربهم حول موضوعنا. يقولون أنه الحسد موجود وأنه الحسد يصيبك من القريب والبعيد والأدهى والأمر. المثل اللي يقول ما يحسد المال إلا أصحابه. لذلك من تشوفون شيء حلو تقدرون تكتفون بكلمة ما شاء الله. وأكيد الله يبعد عنكم شر الحسد والحاسدين. مغيث خالد لبرنامج نسمات زاغروس زملائي بالاستوديو لكم الجو.